يا جماعة وصلنا عصير الشخصيات الكرتونية، وهذا عصير أنا طلبه لإيمان من الإنترنت. إذا صرنا طلبينه يا إيمان؟ شهرين صرنا شهرين نطرين هذا العصير، بس كان مكتوب بالأوردر ممنوع نفتح العصير إلا بالطبيعة. عشان هيك يا جماعة أنا صورت هذا الفيديو بالطبيعة، وهذا العصير كلفنا كتير. إذا كلفنا يا إيمان؟ 6000 دولار. كلفنا 6000 دولار، يعني كل أنية عصير 1200 دولار. شو يا إيمان؟ أنا متحمسة كتير لجربهم. يا الله إيمان متحمسة كتير. ليكون ألوان يا ويلي. وشو قولولنا؟ قولولنا أنه هذا العصير كل ما بتشرب إيمان منه بتتحول لشخصية كرتونية والألوان عجيبة. شوفوا ملا ألوان. شو يا إيمان؟ كتير متحمسة كتير. قولي لهم شو بدك تعملي هلا؟ هلا بدي اشرب أول شيء الدعسوكر. متحمسة كتير يا ويلي. يا جماعة أول شيء لنعرفكم شو هيدا العصير. عندنا هون عصير الدعسوكا، وعندنا هون عصير الأميرة إلسا، هون العصير دورية المخلب، وعندنا هذا العصير ماشا بالدب، وعندنا عصير سوبر ماريو الأخضر. هذا سوبر ماريو الأخضر منو هين؟ إله شوارب. شو يا إيمان؟ بابا أنا خيفانة من هاد. لما تخوفي ما تخوفي، اسمعوني أنت يطلع لك شوارب بسوبر ماريو، أو لا إيمان يطلع لها شوارب؟ لا. شو بدك تقولي لهم المتابعين قبل ما نبلش نطلع؟ متى تحطوا لايك؟ حطوا لها لايك لإيمان وقولوا لها نحن معك، وقولي اكتبوا الله يحميك يا إيمان. جاهزين نفتح العصير؟ جاهزين. يلا. وهلا يا جماعة رح نجرب المشروبات الشخصيات الكرتونية. شو يا إيمان؟ كثير متحمسة كثير. شو حابة تجربي؟ يا ويلي إيمان حب تجرب دعسوكا. الله يستر شو حيصير. جاهزة؟ ايه. بسم الله. يا ويلي شفتوا الطقة؟ سمعتوا الطقة؟ يا الله. قولي بسم الله. شو رأيك؟ طيب المشروب؟ هي سمع أصوات يا جماعة. إيمان سمع أصوات. شو هالأصوات يا إيمان؟ ما بعرف، هيك صوت هيك. يا الله شو هال يا جماعة؟ يا الله تحولت لدعسوكا. ليكو يا جماعة، ليكو يا الله شو هي؟ روحت يا جماعة. بتلوحي لك تعال احنا نكمل العصير. شو هالدعسوكا هيدي يا جماعة؟ جنة البلد جنة. ليكو الدعسوكا يا جماعة، ليكو الدعسوكا. يا حوشي حوشي وقف وقف. هلا رح نجرب المشروب الثاني. دفعنا حق الوحدة 1200 دولار. شي حلو؟ شو شو عمرك شو؟ كثير حلو. عجيني صبيعك، اعملي هيك، اعملي لنا هيك صبيعك. يا الله. وهلا رح نجرب المشروب الثاني لأزرق اللي هو الأميرة إلسا. بسم الله. يا الله إيمان كثير متحمسة كثير كثير. سمعتوا الطقة؟ طقة عجيبة غريبة. قولي بسم الله. في شيء؟ واو تحولت للأميرة إلسا. شايفين يا جماعة شو هاد؟ لورحتي؟ يا الله يا الله. ليكو كيف عم تبرم مثل الأميرة. يا الله ليكو التلج. شايف التلج؟ شايفين التلج يا جماعة؟ يا الله ليكو الكرة اللي عم تطلعها، عم تطلع كرة. شو هاد؟ شيء عجيب رهيب. يا الله يا تعالي يا أميرة إلسا تعال نجرب البقية. يا الله. قولوا المتابعين شو شعورك؟ كثير حلو كثير. هي أخذت شخصية دعسوكا وعلى شخصية أميرة إلسا. الله ما العصير. بابا بدنا نجرب هذا المشروب؟ لا خلينا نمشي بالتدريج. شو رأيكم؟ نبلش هذا دورية المخلب هلا. شو جاهزة؟ هلا يا جماعة مشروب دورية المخلب. نقول جاهزة؟ بسم الله. سمعت الصوت؟ سمعت الطقة؟ يا الله جاهزة؟ قولي بسم الله. سمع شيء؟ سمع أصوات؟ حولت؟ يا جماعة تحولت لدورية المخلب. طلعوا طلعوا الله طلعوا لكم ليكو يا جماعة. في شنطة. شوفي هذا الشنطة. اوف في ريحة كتير قوية يا جماعة، ريحة عظام ولحم. شو هاي؟ شو هاي؟ يا الله شو هاي يا جماعة؟ شو عم بيصير معها؟ جنة البنات. يا الله يا الله عم تطلب بدها دورية المخلب. سمعين الصوت يا جماعة؟ سمعين صوت دورية المخلب؟ يا تعال 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 تعال. شو صار معك؟ بابا خبري لنا المشاهدين شو صار معك؟
بابا عارف صوت حرفش على الحيط. حطوا له لايك، حطوا له لايك. ما هيك لنشوف شو فيه. وهلا يا جماعه رح نشوف عصير ماشا والدور. حسن لا سمعتوا الطقه؟ طقه كثير قويه وعجيبه. جاهزه؟ قولي بسم الله بسم الله بسم الله. شو حسي؟ سامعة صوت ماشا يا جماعة. في صوت ماشا. وين سمكة؟ هون. يا الله ماشا يا جماعة. عليك ماشا شوي ما تقلبي يا ماشا شوي يا جماعة. شايفين من جايين عنا؟ دوريت المخلب وماشا مع بعضهم. ما في مسلسل، ما في إذاعة، حتى دوريت مخلب وماشا مع بعضهم. يا الله ماشا يا جماعة. شو يا ماشا؟ اشربي عصير. هيك لنشرب عصير ماشا. شو بتعمل؟ تعال اشربك عصير اشوف شو بتعمل. ايه يا عطنطط عطنطط مثل المجنونة. اشربي عصير. شربت عصير ماشا؟ ايه رحت رديت لهونيك. هربت ماشا. تعال ماشا. يا الله يا جماعة رحت ماشا اختفت. شكلها رحت عند الدب لعن بيتها. شو بدنا نعمل؟ ما بعرف. وإيمان الساعه بدورية المخرج ماشا. يا ماشا باي. يا عم تعملنا باي. يا روحي عند الدب. بدك تيجي لعنا؟ يلا اجت ماشا لعنا. بدينا يا جماعه حبتنا، حبت العصير. تعال يا ماشا تعال. من هلا رح تكمل ماشا الفيديو معنا. بتضلك هون بتكملي الفيديو معنا؟ ايه ايه. يا الله يا جماعه خلص بس هيك لبوسه البشر. وقفي ايه اللي حطوا لي لايك. يا الله. وهلا يا جماعه رح نجرب عصير سوبر ماريو الاخضر. يا الله شو يا ايمن جاهزه؟ يا جماعه هذا العصير غير كل العصير. اول شيء جامد كثير، في جماد. ثاني شيء في ريحه المسك، ريحه طيبه كثير. جاهزة؟ قولي بسم الله. سامع أصوات شيء؟ إيه ماشا شربت منهم كمان. شو هالأصوات؟ سامع أصوات؟ إيه ماشا شربت وهربت. شو هالأصوات؟ شو سامع أصوات؟ أنا سامع صوته. إيه سامع صوت سوبر ماريو. جنة الملك. تحولت لماريو. طلعوا بشواربة. أرجع شواربة. ماريو. ليكوا شواربة. ليكوا طلعوا. واو. هلا تروح بدها تمشي يمكن تنطنط كمثل سوبر ماريو. طلعوا عشان يا الله. لو رحت بعيد هيدي. لك تعال ما شاء الساهي عنا يا جماعه. ما شاء الساهي عنا مع فكرتنا سوبر ماريو. يا الله شي حلو. تعال ماريو. يا الله يا جماعه ما عم بترد علي، لك تعال. عم شيء عجيب غريب هذا ماريو، حيجنني. لك تعال ماريو. يلا اجا ماريو. تعال ماشا تعال. شو شعورك؟ اه شوفوا يا جماعة. يا الله قولي لنا المشاهدين بتنصحيهم يجيبوا هالمشروع؟ لا ما بنصحكم. لك حلو شو ما بتنصحيهم تحولوا؟ وليكم بيتحولوا. بيتحولوا بينبسطوا لألعاب لشخصيات أو ما بتنصحهم قال لمجنونة. هيدي مجنونة. يا الله شو بدك؟ يا جماعة هذا كان العصير اللي نحن طلبناه من الإنترنت. صحيح كلفونا 6000 دولار بس ليك إيمان تحولت لخمس شخصيات.